السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله كده أعطيكم مشهد منظر للمسعى. شوف لو نلاحظ هذه الأعلام الأضواء الخضراء، هنلاقيها متوازية مع فين؟ مع هنا مع متوازية مع اللي هو بين الركن اليماني والحجر الأسود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووفق كل من خدم الدين. من ميزة هذه البلاد إنه حكامها يفتخروا بأنهم خدام للحرمين الشريفين. ما شاء الله تبارك الله. في الزوم هذا الرخوة من اندونيسيا او ماليزيا. شوف هذول اندونيسيا. احنا اهل مكة ترى عندنا خبرة، يعني الحجاج كده بدون ما هذا تقول لك نعرفهم من فين. للطواف؟ لازم لا تروح من باب الملك عبد العزيز، تروح يسار كذا. شوف اللي قال لك انا ما اعرف صراحه، اللي قال لك انا اللي اعرفه عند باب الملك عبد العزيز. شوف هذه بداية الأعلام، حيث الرمل يبدأ الرمل من هنا، الهرولة بدأ الحجاج يهرول، طبعا النساء لا يهرول لا يرمل. هذه البداية هنا يكون أمامش هذا الحجر الأسود شايفينه. ركن الحجر الأسود. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم جميعا كل من يشاهدني، إن شاء الله بحولي وقوتي أن يرزقكم جميعا زيارة إلى هنا، وحج مبرور وعمرة مقبولة وشربة من ماء زمزم. بسم الله.
تحية للعمال والله صراحة ما شاء الله تبارك الله. لكل من شاهد هذا الفيديو من هذا المقام الطاهر، من هذا المكان الأقدس لدينا جميعا المسلمين، وأحب مكان إلينا من أمام بيت الله المعظم، أدعو لي ولكم. نعم، أنت الذي تشاهد الآن الفيديو، أسأل الله أن يرزقك حجة تطهر روحك وتغفر خطاياك، وأن يرزقك عمرة تريح بالك وتسعد قلبك وتزين ثغرك بابتسامة الرضا. نحن أخواتنا يزعل النساء، طيب أسأل الله أن يرزقك حجة تطهر روحك وتغفر خطاياك، وأن يرزقك عمرة تريح بالك وتسعد قلبك وتزين ثغرك بابتسامة الرضا. جزاكم الله خيرا.